تحطيهوش عندي، ميه سخنه على النار تبقى يا دوب تتلسع، يعني تلسع ايديا، ما تبقاش مغليه خالص، علشان لو مغليه وسقطت فيها الكرشه بتاعتنا هتسويها، وانا مش عايزه حاجه زي كده. طيب هنستخدم ايه النهارده في تنظيف الكرشه بتاعتنا؟ ميه سخنه معايا كمان، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا شبه بودر، ملح ليمون، بيكنج بودر، وكربونات، اربع مكونات هنحطهم في الميه علشان ننظف بيهم الكرش. نزلت مكوناتنا على الشاشه، تنظيف الكرشه، شبه بودر، كربوناتو، بيكنج بودر، ملح ليمون، وميه سخنه. ده كده المقادير بتاعتنا، او مش مقاديرنا، مش هنقول مقادير، هنقول المكونات بتاعتنا او الحاجات اللي احنا هننظف بيها الكرش. طيب عندي الحل على النار، طبعا حد هيقول لي يا نونا هو في لسه حد بيجيب كرشه بينظفها؟ اه والله العظيم في ناس ما بتخليش الجزار ينظفها، او هم لو هم دابحين الاضحيه طبعا كل سنه وانتم طيبين والحاجه دي عندهم، بيضطروا ان هم ينظفوها عندهم على ايديهم. طيب وفي ناس بتجيبها اصلا من عند الجزار، لو هم مش دابحين اضحيه بيجيبوها من عند الجزار علشان يوفروا في الثمن التنظيف شويه، بيجيبوها ويعني ربنا يقويهم ويعينهم، وهم اللي بينظفوا بنفسهم، ربنا يا رب يصلح حالهم جميعا. طيب عندي الميه على النار اهي، بص يا دوب مطلعه بخار ويا دوب بتلسع ايدي. هحط ايه في الميه؟ عندي قلنا الاربع مكونات بتوعنا اللي هما ملح ليمون، كربوناتو، وبيكنج بودر، والشبه البودر. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل كده. معلقتين كبار بصوا من كل حاجه، ما تقلقش يا ريس، سيبها على الله. الميه مش هتفور، ده بس بخار ورغاوي مطرح اللي احنا حطيناه. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي اهي الميه كده على النار، وابدا ان انا امسك الكرشه بتاعتنا كده. بسم الله، تعالوا بقى كده نحطها في الميه ونسقط ونطلع ونسقط ونطلع علشان، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اصلا بدا لونها يعمل ازاي عن ما كنا حاطينه. بصوا كده نسقط ونطلع كده لحد ما نبدا ان احنا نيجي نشيلها بضفير ايدينا، نلاقيها بدات تطلع معانا بسهوله، نبدا نكحت بالسكينه على طول. طبعا شايفين لونها فتح عن ما كنا حاطينها، كنا حاطينها لونها اسود خالص بالشكل ده كده. تعالوا كده نجرب بطرف السكينة، لأنها بدأت تتشال معانا بسهولة، نكمل ما كانش نرجع ان احنا نحطها. بصوا بصوا عاملة ازاي، زي الفل معانا ازاي. بالشكل ده لقينا ان هي بدأت ان هي تبرد، نروح شايلين على طول ونحط تاني في المية السخنة علشان حبايبنا لسه متابعين بنعمل ايه، بننظف الكرشة بأسهل طريقة. المكونات بتاعتنا اللي حطيناها في الكرشة كانت ايه؟ عبارة عن ملح ليمون، وشبة بودر، وكربوناتو، وبيكنج بودر. المية سخنة على النار، بصوا ما بتغليش، المية ما بتغليش، يا دوب بس تبقى لاسعة الايد كده بالشكل ده. نطلع تاني، نعمل كده.
بصبح على ام ادم واقول لها صباح الفل يا ام ادم. اتصلت؟ حاولي تكلميني مره تانية. عايزين نحطها في الميه السخنه تاني، ننضف حوالينا على ما تتحط في الميه السخنه ونرجع نكمل. حاضر. طبعا عندنا بقى في البيت، يا سلام بقى لو انت مثلا، لو انت اللي هتنضفيها في البيت يعني، وحد من ولادك واقف قصادك، بنروح ماسكين حته الكرشه دي قصاد بعض كده، يبقى واقف قدامك كده او واقفه قدامك، تبقي ماسكاها قدامها وتعملي كده وهتلاقيها بتطلع في ثواني، غير كمان الغلبه ان انت تبقي بتعمليها لوحدك. انا بفكر ان انا اقطع منها حته عشان هي اللي تبان معايا. بسم الله. بصوا هشيل دي كده على جنب. وهنشتغل، هنشتغل على دي علشان يبقى سهل تنظيفها في ايديا قدامكم. بصوا اصلا، بصوا سخنة سخنة سخنة. طبعا لما بنكون في البيت اتنين قصاد بعض كده، لا والله يا ريس دي سخنه جامد يعني، سخنه سخنه يعني، يا ريت. بصوا بالشكل ده كده، وصبح على عايده وقول لها صباح الفل يا عايده. صباح الخير. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ احنا بنحبوك كلنا حبيبتي، ما تحرمش منك. انت منين؟ احنا من البحيره حبيبتي، احسن ناس. كلمه بقول لك، تنظيف الكرشه بالمعلقه. بالمعلقه تفتكري؟ جربي بالمعلقه كده هتدعيلي. طب استني خليكي معايا كده يعني، ليه بس كده؟ طب حاولي تكلميني تاني، تعالوا نجربها. طب بالمعلقه صح؟ هي 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 يا ريس. اهي والله هنعمل كده عشان هم يشوفوها. اهي بس هي بالسكينه كانت ماشيه معانا تمام برضو زي الفل. بصوا كده، انا عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي يعني ناقص لي كوزلوك وناقص لي جلابيه. ننزل في المايه كده السخنه. طبعا اللي متابع الحلقه من اولها كان شايف حته الكرشه اللي في ايدينا دي كان شكلها ولونها عامل ازاي. على فكره بالظبط التطور الطبيعي لتنظيف الكرشه صح. بصوا بتطلع على طول ازاي. بالشكل ده كده بكل سهوله اهي. قلت لكم لو قدامنا حد ماسك قصادنا بتتعمل، بتتكحت على طول بكل سهوله.
بالشكل ده كده. تمام، ده كان تنظيف الكرشه معانا. مجرد ما حطينا المكونات بتاعتنا في الميه دي، طبعا كانت صودا خالص، مجرد ما نزلناها نزلت كل الصماد او كل السواد اللي فيها، اسمه صماد مسموش سواد. وهي الميه سخنه على النار، بنسقط ونطلع ونكحت على طول، نسقط ونطلع ونكحت على طول لحد ما تبقى معانا بيضه زي الفل زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. دي تنظيف الكرش. عملنا نظفنا الكرشه زي ما حضراتكم شفتوا كده. تعالوا بقى كده دلوقتي، حتى لو احنا هنجيبها متنظفه من بره، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. عندنا الكرشه بنقطعها قطع كده، لان هي ما بتحط في النار بتكش كده. ونصيحه مني، ما تبقاش حتت كبيره، خلوها حته على قد اللقمه واحنا بناكل. حته اللي في ناس بتاكلها باللقمه، في ناس بتاكلها بالشوكه، في ناس بتعمل جنبها رز بشعريه وتحطها على رز وتاكلها، حسب ما انتوا عايزين. فخلوها قطع صغيره على قد بقنا، مش لازم تبقى الحته كبيره ونصها جوه ونصها بيبهدل لنا الدنيا. لا، لما بتتقطع حتت صغيره كده بيبقى احسن كمان في الاكل وفي التقديم كمان. طيب